السيد وزير الطاقة والمناجم أيضا قال أن السنة القادمة ستكون فيها صناعة هذه المعدات وتأهيل اليد العاملة، كما تكلم أيضا على هامش هذه الندوة الصحفية باحتفال بالعام 54 لإنشاء شركة صنع الغاز. إذا خطوة مهمة تقوم بها الجزائر بتدشين أول عمود شحن السيارات الكهربائية. الجزائر ستكون على موعد مع سيارات كهربائية سوف نشاهدها قريبا بكثرة في شوارعنا في شوارع الجزائر، على أن تعقب هذا التدشين انطلاقات لأعمدة شحن خلال عام 2023 سيقدر عددها ب 300 عمود شحن. هنا نتابع السيد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يشاهد كيفية شحن السيارة الكهربائية مباشرة من متنزه الصابلات ببلدية حسين دايب الجزائر العاصمة، مع حضور مكثف لوسائل الإعلام، كما نتابع شروحات للسيد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن كيفية شحن السيارة الكهربائية. نذكر أنه ستكون هناك حوالي 300 عمود شحن خلال عام 2023، على أن يعقبها 700 عمود شحن مع نهاية سنة 2024. إذا كانت هذه هي الصور المباشرة التي ننقلها لحضراتكم مباشرة من متنزه الصابلات ببلدية حسين دايب الجزائر العاصمة، أين يشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على تدشين أعمدة الشحن للسيارات الكهربائية والرواق الرقمي لصنع الغاز. السيد وزير الطاقة والمناجم قال أن السنة القادمة سنقوم فيها بصناعة هذه المعدات وتأهيل اليد العاملة حتى لا نستوردها مستقبلا، ونقوم نحن بأنفسنا بصناعتها بإنتاج محلي 100%. 300 عمود شحن خلال عام 2023 سيكون جاهزا، على أن يجهز 700 عمود شحن مع نهاية عام 2024. صور مباشرة تأتينا من متنزه الصابلات بالجزائر العاصمة. نذكر كل من التحق بنا اللحظة أن وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب متواجد بمتنزه الصابلات، أين يشرف على تدشين أعمدة الشحن للسيارات الكهربائية والرواق الرقمي لصنع الغاز. السيارات الكهربائية التي ستكون بكثرة في شوارع الجزائر في باقي السنوات. وزير الطاقة قبل أن يقوم بتدشين هذا أول عمود شحن للسيارات الكهربائية تابعنا كلمته على المباشر في برنامج الحياة هذا الصباح، أين تكلم على أنه ستكون هناك 300 عمود شحن خلال عام 2023 و 700 عمود شحن مع نهاية عام 2024، وقال أن السنة القادمة سنقوم فيها بصناعة هذه المعدات محليا، وسنقوم أيضا بتجهيز اليد العاملة لصناعة هذه الأعمدة الخاصة بالشحن لسيارات الكهربائية. مشاهدينا الأفاضل، نتابع فقرات برنامج الحياة هذا الصباح، وقبل أن نتابعها نواصل بث هذا الصور المباشرة التي تأتينا مباشرة من متنزه الصابلات ببلدية حسين دايب الجزائر العاصمة، أين يشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على تدشين أعمدة الشحن للسيارات الكهربائية بالرواق الرقمي لصنع الغاز، مع حضور مكثف لوسائل الإعلام. Ah, c'est bien.
صحه راكم شاركتوا معنا في اول شحن بالكهرباء لسياره كهربائيه في الجزائر، وهذه راح تكون نتعمم على كل مناطق في الجزائر، وان شاء الله هذه هي البدايه، هذه الا البدايه، وتنتظر فينا اعمال اخرى كبيره مثل محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجدده، انتاج الهيدروجين واستعمال الهيدروجين كطاقه كذلك في مزيج الطاقوي الجزائري.